نبيل بيقلدنا ايه؟ بتتذكر بتتذكر من زمان كان في موديل بالشعر كانوا اماتنا يعملوه كلهم، كان كتير دارج يعني. هيك بتقلب الغره على جنب، بتنزل غره صغيره هون قصه كده هيك قصيره هيك، وترش سبراي. هاي خيي كان يعمل ما هو قاعد مع البنات هيعمل ايه؟ وبالتالي هو كان الولد الوحيد صح؟ لا هو الولد الوحيد. هلا اتجوز وصار عنده بنوته، عشان متربي في وسط بنات فعايز يبقى بيلعب زيهم، هيعمل بيلعب معنا. مين كان اشد بقى؟ يعني باباكي ولا مامتك اللي كان شديد عليكم؟ الاثنين، كل حدا منهم كان شديد بحاجه وطيب في حاجه ثانيه. واكيد طيب بحاجه ثانيه، بس ماما مثلا كانت بالبيت. نحن اكيد مثل ما قلت لك انه يعني مثلا نجي من المدرسه، في مدرسه ما في اكله وحده، اكله وحده بالبيت، ما فينا ناكل غيرها. يعني مش انه ما جاي على بالي اكل عدس، في اكل غير شيء اللي موجود هتاكلوه، اللي موجود بدنا ناكل الاكله اللي طبختها الماما. كان في قوانين، يعني الماما كانت حاطه قوانين علينا. البابا كان صارم بغير اشياء، يعني اشياء اكبر من هيك ما كانت توصل للبابا كتير القصص. قمر ما شاء الله. إلا ما تتعدى حدوده، يعني الماما بتخبر البابا على أشياء هيك كنا. فهو يستلم يعني بقى. يستلم. لكن ما فيش ضرب. لا ما فيش ضرب. كان كله الحمد لله. تبريئة بس. بس هيك يعني هيك من وقت للتاني كف صغير. ده العادي. ده العادي. إحنا كنا كده وإحنا صغيرين برضه. كانش فيه ده. إحنا كنا بالشبشب على طول بقى. لا طب باباكي اتكسفت اقولها. ما انا قلت لك عشان اريحك. عندكم شبشب في لبنان؟ طبعا في شبشب. هو واضح ان الشبشب ده في كل حته. هي شباشب. هي الشبشب. نحن عملنا نكته بعيد الامهات انه نبع الحنان بس بالشبشب. بس دلوقتي انا شايف ان ما فيش شباشب، يعني الامهات بتاعت اليومين دول ما تقليش ان بيضربوا بالشبشب دي، اتلغت. حتى الشباشب اتغيرت. لا الموضه دي خلاص، هلا صرنا طورنا. والله الشباشب دي مطلعه رجاله يعني. طبعا. باباكي بقى كان عايزك تتعلمي اصلا كل حاجه بدري، يعني سمع انه كان بيعلمك السواقه وانت عندك 9 سنين. كل حاجه بدري. كان البابا كان غير انه بده يغني بعمر كثير صغير، وصارت يعني انا بلشت اغني بعمر كثير صغير. بس ايه علمني السواقه بعمر 9 سنين. ده المشوار اللي رحت بيه السوبر ماركت؟ مش من اول مره اكيد. امال ايه؟ شفتي؟ انا عارف كل حاجه عنك وهبلغ. بس على على 9 سنين. على ال9 سنين كنت اكيد ما كنت طال سوق. كنت حط كان يحط لي مخدات عشان اعلى وعشان يطولوا اجري شوي لاقدر طال. وعلمني سواقه، علمني سواقه سواقه شرعيه. يعني كان عمري 9 سنين. ضليتني سوق اكيد بالصيف. بفتره كنا نصيف نحن بالجبل. علمني سواقه، صرت شوي شوي سوق، اخذ اخواتي اخذ اصحابي. هلا كان على طول معي حدا كبير، يا هو يا بنت خالتي يا مامتك. لا عشان الوحيده اللي كانت معترضه طبعا. الماما ما كان بدها ابدا اكيد. كانت بتخاف طبعا. اكيد شيء كثير طبيعي، يعني هو اللي كان عم بيصير ما كان طبيعي انه انا سوق على عمر 9 سنين، بس انا اكيد كان بدي يعني. فهيدي حادثه السوبر ماركت، مره قرر البابا انه يبعثني مشوار لحالي. ما بعرف وقتها شو فكر، يمكن فكر انه بدي اقويها، ما بدي خليها تخاف، بدي اعودها تصير سوق لحالها. يعني. فهلا بيتنا هون وسوبر ماركت هون يعني قريب كثير عليه. قرر بده يخليني سوق لحالي. هلا انا سقت، رحت وسقت لحالي وقال لها، لانه عارف اكيد انه الماما رح تلحقني. اكيد جريت وراكي. قال لها ممنوع حدا يلحقها. شوي انا وماشيه اطلع هيك بالمرايه بلاقي الماما جاريه راكده وراي. يا نانسي واقفه هو سوبر ماركت قريب، يعني انا رح اوصل بالصف. يعني خلص انا وصلت خلاص. نزلت ولقيت الماما، يعني هي وصلت جري قبليك ما توصلي بالعربيه. صح وصلت مشي. فهي كانت بابا كان كثير اكيد عشان كانت بتخاف عليك. يعني كان مستعجل بابا. مستعجل علينا كلنا واكثر شيء علي انا.